أمة ستعود، أمة الإسلام، رغم هذا الانكسار، رغم هذا الانكسار، رغم استعلاء الغرب، رغم استعلاء الغرب، فالغرب إلى زوال، كما أزال الله مملكة الروم ومملكة فارس، سيزيل الله الغرب على أيدي المسلمين. هذا وعد جازم. هذه الدول التي ترونها ستدخل في الإسلام وسيصل إليها الإسلام، تعالوا شوفوا الترتيب الإلهي. الترتيب الأول الخلافة هترجع، بعد كده المسلمين هيعيشوا في رخاء رهيب، يا اقتصاد قوي جدا، أقوى اقتصاد هيكون عند المسلمين. معقول يا شيخ سالم معاك دليل على كده الكلام بتاعك ده، ولا أنت بتقول كده كلام النهاردة؟ إيه اللي حصل لك؟ أنت مريض ولا إيه؟ والله ما أنا مريض، ده أنا بكلمكم كلام حق والله. وبعدين تيجي الفتوحات الكبيرة جدا، هنفتح إيطاليا، هنفتح إيطاليا، والله هنفتح إيطاليا، إيطاليا إيطاليا، والله هنفتح إيطاليا وهنخش أوروبا، والإسلام يخش المنطقة دي كلها، حتى أمريكا يا شيخ سالم، والله حتى أمريكا الشمالية ولا الجنوبية؟ الشمالية والجنوبية، الدول دي كلها نخشها، والإسلام هيبقى فيها، والناس تخش في الإسلام بالأفواج.